مشروع الجامعة الأهلية في أسيوط بيضم 8 كليات، الخطة 8 كليات بالمباني بتاعتها، كليات علوم طبية زي الطب والأسنان والصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، العلوم التكنولوجية أو العلوم، تجارة أو إدارة أعمال، وألسن. احنا النهاردة بنمر بنشوف استعداد كل مبنى لتقبل الطلاب، لأن المخطط بإذن الله الجامعة هتفتتح في العام الدراسي القادم ببعض البرامج والكليات، وفي نسبة كبيرة ما بتقدرش تلتحق بالكليات، مثلا الطب والصيدلة والأسنان، بسبب نقص نص درجة في المجموع أو درجة، فدي هتهيئ لها انها عدم الاغتراب وبنفس امكانيات الجامعة الحكومية. ان شاء الله نكون جاهزين على 1/10 لبداية الدراسة في بعض البرامج، والمتوقع ان يكون برامج طبية وهندسية وعلوم انسانية وحاسبات او اللي هو الذكاء الاصطناعي.